كيف ستكون ردة الفعل في اعتقادك؟ وهل سيكون لصوت السلاح مكان في ظل أصوات داخلية في الصين تطالب بذلك، خاصة وأن هناك مناورات عسكرية في المنطقة؟ نعم، أعتقد يعني هناك يعني هناك دور في التحذيرات الصينية يعني قبل زيارتها، وهي كانت تريد الزيارة، ولكن هناك أيضا الخوف منها. فيمكن أن نلاحظ أن طائراتها يعني في الحالة الطبيعية ستصل إلى يعني ستحبط في تايوان في خلال 4 ساعات فقط، ولكن حبطت بعد سفر لمدة أكثر من 7 ساعات. نعم، وهذا أيضا الخوف من القوات من جيش الحريري الشعبي الصيني، ولكن هي مصرة على ذلك. فيعني هذا مغامرة، ورغم هذه الحوار يعني التحذيرات، فرأت الصين أن كل هذه قنوات التواصل معها هي لا تفهم، لذلك الآن الصين سترد عليها وستتواصل معها باللغة التي ستفهمها، وهي المناورات العسكرية. ماذا تقصد بالضبط هنا باللغة التي تفهمها في الولايات المتحدة؟ يعني أقصد هل هناك لابد أن يكون هناك وسائل العسكرية لضمان سيادة الصين، فيمكن أن نرى من خلال هذه المناورات. فالصين يعني لا يوجد ما يسمى بالخط الفصل أو خط الوسط بين جانب المضيق، فالجزيرة تايوان كلها يعني تحت يعني مراقبة الجيش التحريري الشعبي، وهي أراضٍ لا يتجزأ من الأراضي الصينية.